أنا دكتورة حنان فتحي، أستاذ مساعد طب الأطفال والتخصص الدقيق أمراض الكلى في الأطفال. أنا حابة النهاردة إن إحنا نلقي ضوء أكتر على أمراض الكلى في الأطفال، لأن ناس كتير حتى من المجتمع الطبي يقولوا هو في أطفال بتغسل، هو في أطفال بتقيس الضغط، هو في أطفال بتعاني من الفشل الكلوي، طب أنتوا بتغسلوا لهم إزاي، وحاجات كتير جدا. فأنا حابة إن أنا أقول لهم إن أمراض الكلى موجودة في الأطفال زي ما هي موجودة في الكبار بالظبط، وإن في غسيل كلوي في الأطفال من سن يوم واحد، سواء غسيل بريتوني أو غسيل دموي، وإن إحنا كلنا لازم نبقى على وعي ودراية إن الطفل ممكن يعاني من أمراض الكلى، ممكن يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يعاني من العيوب الخلقية في مجرى البول، وإن الحاجات دي بيبقى ليها أعراض معينة وعلامات مبكرة ممكن ان احنا نعرفها، فنقي الاطفال ان هم يخشوا في المضاعفات المزمنه بتاعه الحاجات دي. زي ايه؟ الطفل اللي النمو بتاعه ضعيف، الطفل اللي بحس ان هو بيشرب ميه كتير وبيجيب بول كتير، الطفل اللي تظهر عليه اعراض لين العظام اللي ما بيتحسنش مع العلاج العادي للين العظام، الطفل اللي دايما عنده تبول لا ارادي بالليل، الاطفال اللي بيجي لهم صديد متكرر في مجرى البول، الاطفال اللي بلاقي دايما نفسهم عالي من غير ما يكون عندهم مشاكل في الصدر، الاطفال اللي دايما بيبقوا بهتانين وجارتي ومامتي وتقول لي ابنك ماله بهتان كده، تمام؟ فالاعراض دي بتتطلب ان احنا نروح نعمل تشيك على وظائف الكلى ونعمل تشيك على الطفل ده ان هو ما عندوش اي مشكله في امراض الكلى. الخدمة الطبية المختصة بأمراض الكلى هي في الأغلب موجودة في مستشفيات الجامعية، لأن ده تخصص نادر، فيعني ممكن نتوجه للعيادات الخارجية في المستشفيات الجامعية ونطلب المشورة من الدكتور اللي موجود هناك. برضو التأمين الصحي في جزء منه موجود فيه التخصص ده، لكن هو في الحقيقة تخصص أمراض الكلى في الأطفال هو تخصص نادر، تمام؟ يعني احنا دكاترة الكلى في الأطفال بنحاول ان احنا دايما نعمل سيشنز وركشوبس وجلسات عن طريق الروتري للتوعية المجتمعية بأمراض الكلى في الأطفال، لأن الطفل ده هو نواة المجتمع، وصعب جدا إن احنا نسيبه لما يدخل في فشل كلوي أو في حاجة تخليه غير قادر على العطاء، وطبعا بيبقى مصاريفه على الدولة عالية جدا جدا. فالاكتشاف المبكر هو المفتاح اللي احنا نقدر نحافظ بيه على الطفل. كان في شوية نقط أحب إن أنا أقولها، يعني يمكن ده يعني نحاول إن احنا نساعد وزارة الصحة والتأمين الصحي إن هي تعمل allocation للresources بتاعتها towards الرعاية الصحية لأمراض الكلى في الأطفال. هو معلش يعني أنا في كام نقطة كده أحب إن أنا أقولها. نحو رعاية أفضل لأطفال مرضى الكلى، احنا عايزين انشاء خط ساخن للابلاغ عن حالات الكلى من اي مستشفى او عياده خاصه لطلب المعونه والمشوره او لنقل الحاله لمكان يوفر رعايه صحيه افضل. احنا عايزين تامين اماكن من حضانات الاطفال والعنايات المركزه تقدر ان هي تقبل حالات الكلى الحرجه مع الابلاغ عنها في وقتها. عايزين ننظم دورات تعليميه وتعريفيه عن امراض الكلى في الاطفال وامتى نتعامل معاها وامتى نحولها لمتخصص. عايزين نعمل دفتر تامين صحي خاص جدا للطفل مريض الكلى يقدر يدخله اي مستشفى خاصه او مستشفى حكومه مع ضمان كافه الحقوق للمستشفيات دي. عايزين كمان نتوسع في التوعية المجتمعية بالعلامات المبكرة لأمراض الكلى مع وجود عيادات للكشف المبكر بالمستشفيات العامة، وده هيوفر على الدولة فلوس كتير جدا عن إن هي تبتدي تعالج الطفل ده بعد ما يصبح مريض بالفعل. عايزين نعمل قائمة بالأعراض والإبحاثات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض الكلى ونوزعها على عيادات الكشف المبكر، عشان نظرا لقلة عدد أطفال الدكاترة اللي بيتعاملوا مع حالات الكلى في الأطفال هو مش هيبذل مجهود، هو هيبقى عنده تشيك ليست والتشيك ليست دي بيعملها، وإذا اكتشف إن الطفل ده عنده عرض من الأعراض اللي فيها بيبتدي يحوله لمركز متخصص. وعايزين إدراج تخصص كلى الأطفال في التخصصات النادرة وإعطائه بعض الامتيازات عشان
عشان نشجع الدكاترة ان هم يبتدوا يتخصصوا في التخصص ده، ونزود دايرة الدكاترة اللي هم يقدروا يساعدوا الأطفال دول، ويقدروا ان هم يقدموا لهم الرعاية اللازمة سواء في المستشفيات الجامعية او مستشفيات وزارة الصحة او مستشفيات التأمين الصحي. واتمنى ان انتوا تنجوي المؤتمر ونشوفكم على خير.